لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. نحن بالعادة بس نروح على المطعم أو نشتري ساندوش جاهزي من المطعم بحطولنا بقلبه توم، بس للأسف ما بنكون عارفين هيدا التوم اللي نحن عم ناكله شو هو أو من شو معمول. طبعا في كتير ناس هلأ رح تتفاجأ بطريقة التوم اللي بتنعمل بالمطاعم. التوم اللي بينعمل بالمطاعم هو نوعين، النوع الأول يلي هو كتير اقتصادي، في بعض المطاعم كتير بيكونوا اقتصاديين وبيبخلوا على التوم اللي بيعملوه اللي بيقدموه طبعا للزباين، وهو التوم اللي بينعمل من النشا، النشا العادي اللي نحنا بنعمل فيه الحلويات بيستخدموه وبيعملوا فيه، بيزيدوله طبعا توم وبيزيدوله زيت وحامض وبعض اللي طبعا القصص هيك المنكهات لحتى يصير عنا التوم الجاهز كتير طيب اللي بناكله. يعني هيدا احنا بنقله التوم الاقتصادي او توم المطاعم الجاهز. وكمان في التوم التاني كمان بعض المطاعم بتتبعه، هو التوم اللي بيتدخله البيض، توم إذن اللي بيتدخله البيض. مجرد انتو ما تسمعوا انه توم بيتدخله البيض الناي، يعني انتو عم تاكلوا توم مخلوط مع البيض الناي، يعني تخيلوا الفكرة منا أبدا محببة إنه نحنا عم ناكل توم في بقلبه بيض وعم ناكله طبعا. ففي ناس طبعا ما بتتقبل الفكرة، ممكن في ناس هلأ إنه هيك رح تقول إنه بيض بقلب التوم وبيكون ناي كمان. اليوم رح أعلمكم على طريقة كتير مميزة، طبعا أنا بعرف أعمل الطريقتين، طريقة التوم مع النشا الاقتصادي اللي بينعمل بالمطاعم، والتوم الثاني التوم المعبيد اللي بينعمل طبعا كمان بالمطاعم. اليوم هيدا التوم اللي رح أعلمكم عليه هي فكرة كتير حلوة طبعا من جارتي، هيدي الفكرة من جارتي السورية. اليوم رح فرجيكم على طريقتها هي كيف بتعملها، والطريقة كتير حلوة كتير مميزة، وطريقة بتقدروا تعملوها عندكم بالبيت وأطيب بكتير وبمليون مرة من التوم اللي منجيبه جاهز. مكونات شوي غريبة ولكن أكيد الطعمة حتكون رائعة، مغذية مفيدة للجسم، لا متدخلها نشا ولا متدخلها بيض. أول شيء أنا بحاجة هون لهيدا لبنة، إذا هيدا اللبنة مثل ما شايفين اللبنة المقطوعة اللي احنا بنقطع اللبن منها، او الزبادي اللي بيجي سميك شوي، احنا بحاجة طبعا لهيدول. احنا ايضا بحاجة لحبة بطاطا، طبعا انا غسلتها كتير منيح هلأ رح نقشرها. ونحنا بحاجة للثوم وبحاجة للحامض طبيعي، طبعا بالعادة بالمطاعم بيحطوا ملح الليمون او حامض الليمون ليعطي نكهة كتير قوية، نكهة الحموضة اللي بتجي بقلب التوم. طبعا احنا ما رح نعمل كله، رح ناخد بس منه حصان من التوم ورح نباشر طبعا بكيفية العمل. اول شي رح نحط هيدول على جنب، رح نقشر حبة البطاطا مثل ما شايفين، هنقشر حبة البطاطا طبعا. هيدي حبة البطاطا نحنا بدنا نسلقها، يعني بدنا نستخدم البطاطا المسلوقة بعملان التوم البيتي الرائع الكتير لذيذ وكتير طيب، واكيد رح تعملوه وتجربوه لانه مكوناته سهل كتير، وبتخيل موجودة بكل بيوت اللبنة والبطاطا، يعني موجودين بكل بيوت، ورح صدقوني رح تتشكروني وتدعولي لانه حتكون طعمتهم اطيب من التوم اللي بالعادي نحنا بناكله بالمطاعم. على القليل عارفين المكونات الموجودة فيه انها مكونات صحية ومكونات طيبة كتير ومفيدة. هلأ انا غسلت لحبة البطاطا، رح نشقفها بهيدا الشكل ورح نحطها ونسلقها، نحط عليها مي بطنجرة صغيرة ونسلقها. بهيدا الوقت انا وعم بسلق البطاطا رح نقشر الثوم ونجهزهم طبعا. هلأ اذا بتحبوا حدية الثوم تكون كتير قوية بتزيدوا الثوم،
إذا بتحبوا كتير، إذا تكون هيك التومية فيها حدية كتير بتزيد الثوم، إذا ما بتحبوا كتير طعمة الثوم هيك تكون قوية بنخفف الثوم. أنا رح أحط فقط 3 حصوص ثوم، فيكن تقللوا طبعا فيكن تزيدوا مثل ما شايفين. هلأ أنا جهزوا عندي البطاطا المسلوقة، أنا سلقتهم زيادة يعني لدرجة أنه مجرد ما أنه نحط إيدنا عليهم هيك تحسوهم بسرعة يعني كتير كتير طرايا. هلأ الخطوة الثانية شو رح نعمل؟ هنجيب جات مثل ما شايفين، رح ننزل بقلبه البطاطا مثل ما شايفين، هنشيلها شوي على جنب ورح نمرت بإيدنا البطاطا كتير منيح. طبعا هون نحن عم نعمل التومية البيتية على الطريقة السورية، في ناس طبعا ما بتحط البطاطا بس بتحط اللبنة، كيف رح نشوف كيف. طبعا هيدا الموضوع أذواق. هلأ بتجينا تعاليق، يجوا معنا ما بتعرفي تعمل التوم جارتك عم بتعلمك، برجع بقلكن مش غلط الإنسان ياخد أفكار جديدة وأفكار كتير حلوة وأكل، يتعلم أكل جديد وطرق جديدة. يعني أكيد أنا بعرف أعمل أكل كتير طيب وهو هواية عندي، ولكن مش غلط الإنسان ياخد أفكار جديدة، أفكار حلوة وأفكار كتير مفيدة. هلأ شفتوا كيف صار عنا، أنا كتير طحنتهم بإيدي لدرجة إنه هيك صاروا مثل المرهم، يعني قد ما فيكم تسلقوا حبة البطاطا. هلأ شو رح نساوي؟ رح ننزل اللبنة بقلبهم، هنجيب اللبنة وننزلهم مع البطاطا. ورح نخلطهم كلهم ببعض. طعمتهم كتير طيبة، طبعا أنا عملتها قبل وجربتها، طعمتها رائعة 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 ما تتخيلوا، صدقوني أطيب من الجاهز اللي بيكون بقلبه بيض، اللي ما بتعرفوا إنه موجود بقلبه بيض. هلأ رح ننزل بقلبه الثوم كيف؟ مثل ما قلنا أو فيكن تحطوا ثوم قليل أو فيكن تحطوا ثوم كتير حسب أنتو ما بتحبوا حدية الثوم. أنا رح طبعا برجع بذكر الثوم حسب ما أنتو بتحبوا الحدية، يعني حسب ما أنتو بتحبوا حدية الثوم فيكن تحطوا. هنخلطهم كلهم بقلب بعض. هنضيف هلأ عصرة حامض، رح نضيف الملح. طبعا بدنا ننتبه اذا كانت اللبنة مالحة ننتبه للملوحة، واذا كانت اللبنة منا مالحة منحط ملح، يعني هذا موضوع بدنا ننتبه له. انا عندي هون اللبنة منا مالحة بالمرة فحطينا نحنا ملح. طبعا هلأ رح نزيد زيت الزيتون، حيعطيها نكهة زيت الزيتون رائعة. هلأ رح نجيب صحن صغير حننزل تومية سورية طعمتها رائعة رائعة رائعة. بس حابة أقول شيء، اللي ما عجبه الفيديو ما ضروري ينتقد،
واللي بيحب طبعا دايما ينتقد ويقول لي جمانة انه عم تتعلمي ما بتعرفي شيء، بتتعلمي من جارتك السورية. بكل بساطة في تحت كلمة اشتراك يلغي اشتراكه، لانه انا دايما بحب اخذ افكار من غيري، واذا ما بتحبوا طبعا تاخذوا افكار ما ضروري تكفوا عندي. وانا برحب بكل اللي بيحبوا قناتي وبكل اللي بيعتبروا قناتي مميزة وبتابعوها وبيحبوا الافكار اللي بقدمها، وبحبوا اني اخذ افكار وعلمهم، لانه الانسان حلو دايما يكون انسان متجدد، انسان ياخذ افكار. الانسان ما خلق معلم، بيتعلم هو بيعرف بيكون، بس مش غلط يتعلم افكار جديدة، تقاليد جديدة، عادات جديدة، وحتى اكل جديد ومميز. وكيف اذا كان من اهل الشام، عنا هذه التومية الشامية او التومية السورية الاصيلة، طعمتها كتير طيبة رائعة رائعة. اسمحوا لي بدي ذوق شوي. طعمتها اطيب من الجاهز ورائعة كتير. انا بحبكم كتير، ان شاء الله يا رب كون قدمت شي حلو. طروني ان شاء الله بالفيديو القادم لأعلمكم قصص جديدة، افكار جديدة واكيد غريبة. بحبكم كتير كتير، الى اللقاء. باي باي.